يا صباح الخير والبركة لكل حدا عم يشاركنا مساحتنا الصباحية اليومية على شاشة سما الفضائية. لما يصيبنا وجع ملموس بالجسم فوراً بناخذ موعد من الطبيب المختص ومنروح لهذا الشخص وأكيد منشخص المرض وبنبدأ بالعلاج المناسب وفعلاً ملتزم فيه بالحرف والكلمة. بس يلي فعلاً نحن منغفل عنه يمكن وما منعترف فيه حتى مع أنفسنا ومنخليه يتراكم يوم بعد يوم لحتى يصير علاجه فعلاً معقد هو الألم النفسي اللي بيسبب كل الآلام العضوية بالجسم. وللأسف الوعي بهذا الموضوع بمجتمعاتنا قليل جداً والخجل منه لهلأ بالرغم من كل التطور كبير كتير. خلوني نصبح على رغد وأخذ رأيها بالموضوع. يسعد لي صباحك يا رغد. يا صباح الخير لك نور وصباح الخير لكل المشاهدين. عن جد قديش هذا الموضوع مهم. الصحة النفسية كثير بتأثر على الشخص بكل مجالات الحياة. متخيلين لما تهملوا الصدمات والمشاكل والهموم يلي بتتعرضوا لها وبتخبوها جواتكم بتنتسى وبتشفى لحالها؟ هذا الشيء ابدا مو صحيح، لانه بالحقيقة هي مع الوقت بتتحول لأمراض نفسية بتظهر أعراضها على شكل عقبات بوجه أحلامكم، بتخرب عليكم علاقاتكم، لا بتعرفوا تفرحوا صح ولا حتى تزعلوا صح، وبصير في ستار بينكم وبين السعادة. لهذا السبب لازم كلنا نوعى ونخلي صحتنا النفسية هي الأولوية بحياتنا، نقرأ يعني حالنا بطريقة صحيحة، نعترف بوجعنا النفسي لحتى نقدر نعالجه. حلقة نهاية الأسبوع يمكن بلشت وهلأ اليوم عم نحتفل فيها باليوم العالمي للصحة النفسية. خلونا نتعرف على هالعناوين بالعرض السريع. يوم غاب عاصي وبكت فيروز، ما قصة أغنية سألوني الناس؟ محمد عطال صانع محتوى يسافر حول العالم ويصنع سلسلة من الأفلام. الأهلية وأمراض الصحة النفسية والعقلية في القانون السوري. وبعد عامين من التوقف دمشق تفتتح أبواب معرض الكتاب بدورته الثالثة. في اليوم العالمي للصحة النفسية، ما الأسباب التي تدفع البعض للتصرف بسلوك شرير؟ من بعد ما تعرفنا على عناوين حلقة اليوم ونهاية الأسبوع رح ننتقل لمطبخ صباح الخير ولعند الشيف لحتى نتعرف على طبق نهاية الأسبوع منا لليوم. يسعد لي صباحك يا شيف بشرى. صباح الخير رغد. شو شايفة كاسات وحركات؟ قولي لنا شو محضرة؟ رح نعمل طبق حلو، ممكن نعمله للأولاد، طبق سريع يعني، ممكن إذا جايين هيك ضيوف على غفلة، ممكن نعملها سريعة وطيبة كتير. رح نعمل طبقات من البودينج، بودينج النسكافيه والشوكولا وبيناتهم بسكوت. إيه حسيت إنه في بودينج من شكل الكاسات، للأولاد الكبار والصغار طبعاً. تماماً. الأولاد الكبار. الكبار قبل الصغار. رح نرجع لعندك أكيد، شكراً كثير لإلك. شكراً كثير لإلك يا شيف. ما في أجمل من أنه نبدأ نهارنا مع صوت السيدة فيروز، وهذا الشيء ما في اثنين أكيد بيختلفوا عليه. بنسمع كلمات الأغاني وبنحفظها ودائما بنلاقي حالنا بين تفاصيلها. باختصار فيروز هي غنت كل قصصنا كلنا وحكت بلسان كل حدا مننا. عن جد وهذا الشيء يمكن اللي خلاها تعيش لهذا الوقت بقلوبنا ونضل عم نسمعها الجيل الكبير والجيل الصغير. هذا الشيء لأنه ما خلت حاجز بينه وبين عشاقها وعاشت قريبة منهم بكل عفوية، عاشت الحب والفراق واللقاء، يعني بكل مرة كان ينعكس هذا الشيء على أغانيها. بس لما عاشت وجع الفقد غنت سألوني الناس. لحتى نعرف شو القصة خلونا نتابع سوا هذا التقرير. أغنياتي الرائعة بلا شك،
ولكن لا يعرف العديد منا بأن اللحن الأول الذي قدمه زياد لوالدته فيروز كان في عمر 17 في أغنية هي ذاتها التي تسببت ببكاء فيروز على المسرح لاحقاً. فما الذي جعل جارة القمر تبكي حينها؟ وما الظروف التي قدم فيها زياد ذلك اللحن؟ نعود لأيلول عام 1972 عندما كان الأخوان رحباني يعدان مسرحية المحطة، وأصيب حينها عاصر رحباني زوج فيروز بنزيف دماغي أجبره على الغياب عن العمل وتحضيرات المسرحية، فلم يتمكن من حضور بروفات العمل، وكانت تلك المرة الأولى التي اشتغل فيها منصور من دون عاصي بعدما كان جسداً فنياً واحداً. أحب منصور أن يقدم لفتة من الوفاء والتقدير لتوأمه الفني عاصي، فكتب أغنية سألوني الناس التي وزعها الأخ الأصغر الياس الرحباني، مع العلم بأن موضوع الأغنية لا علاقة له بمحتوى المسرحية إطلاقاً. يبقى أن نعرف كيف لحن زياد الرحباني هذه الأغنية؟ فقد كشف الفنان مروان محفوظ أن لحن سألوني الناس كان قد أبدعه زياد لأغنية أخرى بعنوان أخذوا الحلوين قلبي وعيني، وفي وقت تمرينه عليها وقبل التسجيل الأخير سمعها منصور وأعجب بها، وطلب من زياد منحه اللحن لتركيبه على كلمات أغنية جديدة تكريما لعاصي. تردد زياد الرحباني في المسألة، فقد كان قد أعطى اللحن للفنان مروان محفوظ، ولكن بعد سؤال الأخير لم يكن هناك أي مشكلة في المسألة، وتم تقديم اللحن للسيدة فيروز التي غنت سألوني الناس لأول مرة خلال استضافتها هي ومنصور في برنامج تلفزيوني وجه من خلاله دعوة للناس لحضور العرض الأول لمسرحية المحطة. في تلك المرحلة كان عاصر رحباني ما يزال في فترة ما بعد إجراء العملية الجراحية، فلم يتمكن من قيادة الأوركسترا كما جرت العادة، وقام بهذه المهمة الياس، ولحظة تقديم السيدة فيروز للأغنية تفاعل الجمهور معها بقوة. فيما بعد كشف الفنان غدير رحباني أنه بعد أسابيع من افتتاح مسرحية المحطة حضر عاصي العرض، فانزعج من أغنية سألوني الناس التي جاءت من فكرة تحويل حادثة مرضه لأغنية، لكنه رضي فيما بعد عندما شاهد ردة فعل الجمهور والناس التي أحبت الأغنية. رحل عاصي الرحباني في عام 1986، أي بعد 14 عاماً على إطلاق أغنية سألوني الناس، ولكن في إحدى الحفلات التي أحيتها فيروز بعد وفاته غنت سألوني الناس، ولما وصلت إلى مقطع لأول مرة من كون سوا بكت فيروز بحرقة كما أبكت الكثيرين معها، وتحولت هذه الأغنية إلى حالة من الخلود في قصة حب جمعت فيروز وعاصي فجسدت حزنا كبيرا رافقها بعد غيابه. يا صباح الخير عن جديد. الأفكار أو الطريقة اللي عم يقدم فيها معظم الشباب المحتوى الخاص فيهم على السوشيال ميديا عم نشعر شوي إنها صارت مألوفة تقريباً أو بتشبه بعضها، والكل عم بيقلد بعضه، ولكن في أشخاص عم بيكونوا استثنائيين وعم يختاروا إنهم يقدموا نفسهم بطريقة بتخلينا جداً معجبين بجهدهم وتعبهم بالنتيجة الرائعة. يعني عم نشوف صناع محتوى عن جد عم يقدموا شيء مختلف دائماً وفيه قيمة وفيه كتير معاني مهمة. تماماً يا رغد، قديش كتروا صناع محتوى، ولكن صانع المحتوى المميز هو بيحكي عن نفسه. أكيد هذا الشيء كتير مهم، والشخص اللي رح نخبركم عنه اليوم هو من صناع المحتوى المميزين جداً، عم يسافر حول العالم وعم يصنع سلسلة من الأفلام بكل دولة عم يتوجه لها. طبعاً محمد عم يكتب الفيلم، عم ينتجه بطريقة أكيد ما بتختلف عن الأفلام السينما يلي نحن منشوفها. لحتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذا المحتوى اللي عم يقدمه، محمد صار معنا عبر السكايب لحتى يخبرنا كل هاي التفاصيل. محمد على التالي، سعد صباحك. صباح الخير محمد وأهلا وسهلا فيك. بالبداية يمكن حنشوف فيديو من شغله ونرجع لنكمل. سوي فيلم بدولة مصر. يلا حمادة، عايز اقول لك حاجة مهمة. انا مش باقي لك في الدنيا دي، وساعة لما ده يحصل عايزك تبقى قد المسؤولية. انت
تاخد بالك من مامتك واخواتك. مين جه على الباب يا احمد؟ دي خالته حميده جابت لنا طبق كشري. طيب ماشي دخله جوه. بقول لك ايه يا حماده، هنخلص ونطلع على خالته مديحه. ها ميدو وحسني يعدوا علينا، ما تقلقش. حماده طبق فول بالله عليك وروق لي عليه بالزيت الحار. انا ايه ليك احلى طبق فول. يسعد صباحك محمد. صباح الخير محمد، عم تسمعنا؟ صباح النور، عم اسمعكم. يسعد صباحك يا رب، نحن كثير هيك مبسوطين باتصالنا وتواصلنا معك لحتى نحكي عن المحتوى اللي عم تقدمه. هذا المحتوى فعلا اللطيف الجميل يلي فيه مغزى، فيه مثل بيقولوا هدف بنهايه كل فيديو انت عم بتقدمه. خبرنا اول شيء عن محمد عتال، مين هو؟ خبرنا عن دراستك. محمد عتال، أنا سوري، يعني من سوريا، والدان وخلقان بالإمارات، تربيت كل عمري هون. يعني بمجال الإخراج، بحب الإخراج، بحب يعني إنسان بحب يوصل رسالة مثل ما شفتوا بالفيديو قبل شوي. بدرس كمان بالإخراج، يعني عشان هيك دائما بحكي سووا اللي بتحبوه. إخراج وتمثيل بالضبط، إخراج وتمثيل. فلما الواحد يسوي اللي بيحبه ويدرسه كمان بيأبدع فيه، بيأبدع وبعيد وكرر سوى اللي بتحبه. حلو كتير الشيء اللي شفناه، يعني شيء مميز ومختلف. اليوم في كتير تشابه بين صناع المحتوى، لكن أنت عم تعمل شخصيتك الخاصة. أنت بلشت يعني تبين فيك هي الموهبة وشغف صناعة المحتوى، وكيف بلشت فكرة المحتوى اللي عم تقدمه على السوشيال ميديا؟ هلأ بديت هذا المحتوى قبل سنة بالضبط، بس كنت بادئه بيني وبين حالي قبل سنتين. بديت خطط واللي هو لهالمحتوى حرفياً. أول شيء موضوع الأفلام، وكنت كاتب كل شيء وعرفان إمتى بدي أبدأ. وبعدين قلت بس يصير عندي منصة أو مثلاً جمهور عم بيتابعني على الأفلام تبعيتي، رح أنتقل لأفلام السفر واللي هو أعمل فيلم بكل دولة، والقادم إن شاء الله رح يكتشفوه كل الناس يعني عن قريب. فكان هالشيء مخطط يعني من قبل فترة، إنه عارفان إنه لو ركزت على هالمحتوى رح يضرب بشكل كبير كتير، والحمد لله صار. الحمد لله يا رب. اللي بيسرد هيك على فيديوهاتك محمد بيستمتع بإنه أنا كل فيديو عم شوفه إنه شو بدي وصل لوين؟ عم توصلنا لهيك لنقطة كتير حلوة اللي مهمة بهذا الوقت، هو من بعد كل عثرة، من بعد كل مشكلة، من بعد كل ضيق، هو اللجوء لرب العالمين. ورب العالمين ما بينسى أي شخص بالرغم من كل المشاكل والصعاب اللي عم بيمر فيها، وهي النقطة كتير حلوة. والمتابعين عندك كمان متفقين على المحتوى اللي عم بتقدمه، والبعض عم يكتب لك إنه اليوم ساوي لنا من هذا البلد فيلم، من هذا البلد فيلم، أو حدا صاير معه مشكلة أو عايشة. في بزن صبية قالت لك إنه أنا فقدت بيتي، عملنا فيلم عن أنه هي تهجرت من بيتها. خبرنا أكثر كيف عم توصل لهي النقطة، وكيف عم يتم كتابة هذا السيناريو، التحضير، التجهيز، سافر على هذا البلد، احجز، لاقي. خبرنا هدول المصاعب اللي عم تفر فيهم. أوكي خلينا نبدأ. هي حرفياً يعني موضوع كبير كتير. معظم الناس بيفكروا اللي هو أني طلع ورقة وقلم واكتب حي الله شيء وبعدين روح صور هيك. لا، الموضوع عميق أكبر من هيك بكتير. يعني شايفين انتم الافلام اللي عم تشوفوها، انا بكون شايفها قبل الكل، عم شوفها بيني وبين حالي وعم اكتبها على الورقه. وبناء شلون عم بتشوفوه انتم، انا عم بكتب على الورقه بالحرف بالكلمه كسكريبت رايتنج، يعني كسكريبت سينمائي. فببدا في البدايه اول شيء بفكر كيف ممكن اخلي الفكره الناس ترتبط معها عن طريق الكتابه اول شيء. فببدا في الكتابه اول شيء، بتاخذ مني فتره 4 ايام هيك شيء تفكير وتخطيط ومن هالحكي، بعدين فتره التصوير.
هلا لو كان فيلم قصير بيختلف عن فيلم السفر، فيلم السفر هذا قصة ثانية كاملة كثير. حتى ممكن صارحكم انه انا لما سافرت لمصر لما كنت بالطيارة خفت، يعني كنت رايد اني خلص انزل من الطيارة وارجع، كنت خايف كثير نفسيا بيني وبين حالي، وهذا الشيء ما يعني ما حكيته لحدا. خفت، يعني تجربة كبيرة كثير اني اروح اسافر لبلد ثاني واعمل فيلم. الفيلم انه ما انه سهل، عشان ما انه فيديو مثلا حي الله هيك حطه تيك توك ولا اعمل صحيح. لي شيء شغله، لا بده شغل، بده شغل كبير كثير، بده تركيز كبير كثير. فمشان هيك يعني صناعة الافلام صعبة كثير، ما بكذب، ولهلا بضل بكل فيلم بخاف، مثل ما بخاف في البداية بخاف بضل لسه نفس الشيء، يعني يعني أنت ما عم خلص تحس بحكي انه بهذا لا. الإحساس لحتى عم يوصلنا نحن، عم تحس بالمشاهد أو الشخص المتابع اللي عم يطلب منك فكرة فيديو، أو ممكن أنت تكون اخترعت فكرة الفيديو لحتى تقدر توصلنا إحساسك وإحساس الشخص ونصدقك ويصير هذا الفيديو فايرل أو ترند اليوم. قد ايه بياخذ معك وقت كل فيلم عم تعمله؟ يعني انت عم تعمل شورت فيلمز، خلينا نقول من كتابه لتمثيل لاخراج، وكيف هيك عم تلاقي مصدر الهامك بالاخراج او بالكتابه او حتى بالتمثيل؟ من وين عم تلاقي المصدر يعني اللي عم بخليك تحس انه انا بدي اقدم شيء مختلف اليوم يقنع الجمهور؟ هلا مصدر الالهام واللي هو بحسه من بعد ما فهمت محمد مين وفهمت البشر اكثر، صارت تجيني افكار اكبر بكثير. يعني كل ما عم بكبر بالعمر عم بتفتح راسي بالافكار، يعني عم شوف اشياء واقعيه بالحياه عم اقدر مثلا اخليها كفيلم. مشان هيك كل ما عشت اكثر كل ما زادت افكاري، فهذا يعني مصدر الهامي. مصدر ثاني واللي هو السينما، انا بحب كثير السينما، فبحضر افلام كثير كثير، يعني بضل مواصل بشوف بالاوت كذا هيك من الحكي. تمام. يعني احلى شيء بالفيديوهات بتبلش عندك قبل ما ناخذ الفيديو انه صورنا بالبلد او الدوله الفلانيه، يلا اوكي ضبينا شنطاي مشينا خلاص صرنا بالدوله اللي نحن حابين نتوجه لها. كيف بتختار الدول اللي بدك تزورها؟ احيانا بيكون في صعوبه وتصنع الافلام فيها، ممكن نختار لك بلد صعب شوي، كيف عم بتنسق هي التفاصيل؟ هلا مبدئيا كنت مخطط لهالنقطة واللي هو انه يكون عندي معارف بكل دولة، فمشان هيك بديت محتوى السفر، فصار عندي معارف بكل دولة، فالسوشيال ميديا ما بيأثر بهالنقطة، موضوع مصورين ممثلين هالحكي كله ببدأ بنشره على الستوريات عندي، الناس بتتفاعل معي، ناس بتساعدني، يعني لدرجة في ناس قالت لي انه نحن بنستضيفك نحن بنساعدك، يعني من كل مختلف الدول، فلقيت جمهور يشارك بهالمشروع، يشارك بهالشغلة، فما عم بواجه صعوبة بهالنقطة. الناس من كل دولة عم بتساعدني، لما رحت مصر كان هناك ناس عم تساعدني، وقت اللي لما كنت رحت بمسقط كمان كان حلو. حلو كتير. عم شوف فيديو اللي عن كان مصر على الشاشة، يعني يمكن الترافل بلوجرز يعني كتير عم بيلاقوا محتوى جميل لما عم بيزوروا هاي الدول. شوف محمد، يعني اليوم الناس عم تنطر الشيء الجديد، يعني اللمسة المختلفة الفنية يلي هي بتأثر فينا وبتحركنا من جوا. وفي فكرة اليوم إنه الـ AI عم بيسيطر على صناع المحتوى، وفي كتير ناس عم تستعين فيه، في كتير أفكار يعني من الـ AI عم نقدر نستلهم منها، وعم تكون في هذا التنافس ما بين البشر وما بين الروبوتات أو الـ AI. هل استعنت بالـ AI؟ وهل ببالك في فكرة إنك تعمل فيديو كامل عن الذكاء الاصطناعي؟ لا ما بكذب، يعني مرات لما يأثر راسي إنه خلص بفتح الـ AI، بس الـ AI أبداً ما ساعدني، يعني استخدمته بس أبداً ما ساعدني وأبداً ما كملت فيه، يعني بسبب أوكي الـ AI مثلاً ممكن يكتب لي فكرة، بس هل هو رح يصور لي إياها؟ هل هو هيمنتج لي إياها؟ ما بيعطيك المشاعر بالضبط، ما بيعطيني المشاعر، يعني بيعطيني مثل كأنه روبوت، يعني بفوت ما عنده مشاعر. فمشان هيك لما أنا مثل ما قلت لك في البداية لما أكتب الفكرة بكون شايف الفيلم بالنهاية، فما بالك الـ AI كتب لي إياها؟ أنا ماني شايف الفيلم، فمشان هيك راح يكون مثلاً عكس السيناريو كلياً. وعن موضوع الـ AI بيخطر لي مرات إنه مثلاً جاي على بالي أسوي فيلم بالـ AI هيك، فسويت فيلم بعتقد عن VR إذا شفتوه، هذا كان تقريباً أول 3 أفلام بسويهم بالحساب، كان عن موضوع الـ VR، فبيعكس نقطة الـ AI والتطور والذكاء الاصطناعي. بتحب اللمسة البشرية يعني؟
هلا مو كثير صراحه، انا دقه قديمه شوي، فبميل للشيء مثلا اللي هو التقليدي، او مثلا ممكن اني اعكسه عن طريق مشاعر بشر وهيك، فما بميل للاي اي كثير. حلو تمام، خلينا نحكي هيك عن حياة كل إنسان بيمرق فيها. في حياة مفصلية، في زمان أنت فيه هلأ بالحاضر، في ماضي وفي مستقبل. اليوم محمد قبل واليوم بالمستقبل، بالحاضر وبالمستقبل، كيف كنت تشوف حالك؟ واليوم اللي أنت موجود فيه، المكان اللي أنت فيه، والمستقبل شو شايف بنفسك؟ هلأ كل مرحلة بالحياة بحس مختلفة. ممكن أقول لك قبل 5 سنين كنت طفل شخص ما عنده هموم، عايش في الحياة وهيك يعني. فكل شخصية ماخذة مرحلة، وهلأ الشخصية اللي أنا فيها الشخصية اللي عم تسعى، اللي عم تبني، والشخصية إن شاء الله اللي جاي في المستقبل رح تكون شخصية مرتاحة بحياتي إن شاء الله، محقق أهدافي، محقق اللي بدي إياه. يعني شركة إنتاج يعني لتصوير الأفلام القصيرة. هلأ إيه، كشركة إنتاج هيدي واحد. رقم اثنين مخرج، أكبر مخرج بالعالم، ما رح أحكي لك بس بالوطن العربي، وتمثيل كمان. حلو كثير. امتى بدنا نشوفك بالشام تعمل لنا فيديوهات هون؟ في هيك في وقت قريب ممكن تكون موجود فيه؟ كنت مخطط اني انزل بالصيفيه، بس بصراحه بسبب الاوضاع ما قدرت. ان شاء الله عن قريب، اول ما تزبط الاوضاع حتلاقوني باراضي الشام دغري. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا كثير يعني محمد، خليك مثل ما انت، لا تتغير ولا تشبه حدا، خليك عم تشبه حالك وعم تقدم هذا المحتوى اللطيف المختلف اليوم بزمن التشابه والكوبي بيست. شكرا كثير لوجودك معنا، نورتنا لليوم. عفوا، يعطيكم الف عافيه، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. وهلا مشاهدينا رح ننتقل لمطبخ صباح الخير، ونبلش مع الشيف بطبق اليوم. تفضلي يا شيف. تفضلي. صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والرزق. اليوم رح نعمل وصفه حلويات كثير بسيطه، اللي هي بودنج النسكافيه والشوكولا. ما يغركم الاسم، يعني هي تقريبا بتشبه المحلايه تبعنا، بس اكيد في قسم رح نكهه بالنسكافيه وقسم بالشوكولا، ورح يكون في بين الطبقتين طبقة من البسكوت. رح بلش هلأ، أنا ممكن حطهم بكاسات التقديم مثلا، ممكن حطهم بزبادي، أكيد زبادي متوفر عنا بالبيوت أكتر، ممكن حطهم بقالب كبير حتى. رح بلش بعندي هون كوبين من البسكوت المكسر، كسرته بإيدي البسكوت، يعني ما بده لا مطحنة ولا شيء، بس بإيدكم كسروه شوي ووزعوا كمية من البسكوت بقلب الكاسة. هلأ بعد ما نحط طبقة النسكافيه، البودينج النسكافيه، رح نحط طبقة بسكوت ونرجع نعمل بودينج الشوكولا بعدين. لبودينج النسكافيه أو لنكهة النسكافيه، رح بلش عندي بطنجرة. قبل ما أحطها على النار رح خلط كل مكوناتي على البارد. عندي 3 كوب من الحليب، رح أضيف عليه هون. عندي بهي النكهة رح استعمل الحليب المكثف. هلأ بالنكهة الثانية رح استعمل سكر عادي، إذا ما أنه متوفر عندي الحليب المكثف أكيد فيني استعمل السكر العادي بالوصفة، ورح تضل أكيد كمان طيبة كتير. عم بستعمل تقريباً 4 معالق كبيرة، وهون رح حط عندي 4 معالق من النشا، النشا اللي رح أكيد تعطيني سماكة للوصفة. هلأ أنا ممكن استعمل الطحين كمان، يعني في وصفات نحن بنستعمل فيها الطحين والنشا. النشا بيميز، يعني النشا بتتميز عن الطحين إنه بتعطيني لمعة لهيك وصفات أكثر من النشا، بيعطيني لمعة أكثر من الطحين. فدائما بتلاقونا لحتى نسمك الخليط دائما بنستعمل النشا بهيك وصفات. هلأ رح أحطهم على النار بعد ما أكيد خلطت النشا وتأكدت أنه تقريباً بلشت تدوب مع الحليب، ورح بلش ضيف كمان باقي النكهات أو باقي المقادير اللي هن معلقة كبيرة من النسكافيه. هلأ فيكم حتى يعني الطبقة تعملوها سادة بدون أي إضافات، بدون يعني النسكافيه، بدون الشوكولا، يعني هاي القصص بترجع لكم. وأنا اليوم عملت نكهتين، بس أنا ممكن استعمل نكهة واحدة للكل، ممكن استعمل نكهة سادة ونكهة يعني واحدة من النكهات اللي عم استعملها، يعني هاي القصص بترجع لكم أنتم شو بتحبوا، شو اللي متوفر عندكم. هلأ هون لحتى دسم الوصفة رح استعمل 1/2 كوب من القشطة، ممكن استبدلها بربع قالب من الزبدة، يعني القشطة أو الزبدة المتوفر عندي
أكيد بستعملهم. هاي الإضافة بتعطيني هيك دسامة وأكيد طيابة للوصفة. هلأ هون رح يطلع عندي اللون على بيج شوي لأنه استعملت النسكافيه. بالوصفة الثانية رح استعمل أو بالطبقة الثانية رح استعمل الشوكولا اللي رح تعطيني لون غامق. ولأنه هون بدي اللون يضل بيج ما بدي إياه يتغير، رح استعمل نص كوب من الشوكولا البيضة كمان رح تعطيني نكهة وقوام، يعني كمان الشوكولا رح يمسك لي القوام. وآخر شيء رح حط عندي معلقة صغيرة من الفانيلا للنكهة، للي بيحبوا نكهة الفانيلا بهيك وصفات أكيد ممكن استعملها. يعني مثل العادة رح ضل عم حرك هذا الخليط لحتى يسمك عندي. أول ما يبلش يغلي عندي الخليط بهدي النار وبتركه مع التقليب دقيقتين ثلاثة تقريباً، بتأكد إنه الشوكولا دابت، بتأكد إنه المزيج وصل للسماكة اللي بدي إياها، بعدين بوزعهم مثل ما قلت فوق طبقة البسكوت، بتركهم يبردوا شوي، بعدين برجع بوزع طبقة من البسكوت. يعني هدول أنا اللي رح اشتغلهم تحت الهواء، بتلاقوهم صاروا جاهزين للفقرة الثانية. هلأ هون يعني هي بس الشغلة الصعبة الوحيدة فيها هي الوصفة، إنه أنا بدي ضل عم قلب أكيد لحتى أضمن إنه أول شيء ما ينحرق عندي الخليط، النشا يرسب لتحت وينحرق عندي، وبنفس الوقت لحتى كل شيء يدوب مع بعض ويتجانس مع بعض. يعني بدي ضل عم قلب هلأ على نار عالية. أول ما يغلي المزيج رح هدي النار، ومع التقليب رح أتركهم دقيقتين ثلاثة، بيكون سمك عندي الخليط، ووزعهم فوق طبقة البسكوت الأولى، وبعدين رح نرجع نحط طبقة بسكوت تانية. مثل ما قلت لكم هدول اللي يمكن اشتغلهم تحت الهواء، وفيني حطهم بكاسات مثل ما رح أقدمها اليوم، ممكن حطهم بزبادي، ممكن حطها بقالب كبير واتركها لحتى تمسك عندي وتجمد، وبعدين وقت التقديم بقطعها أكيد وبقدمها. هون مثل ما قلت أنا ما رح أقيم إيدي لأنه النار عالية وما بدي الخليط ينحرق أو يطلع له نكهة لدعة أكيد إذا تركتهم، بس خلوا النار عالية لحتى دغري يعني تغلي عندي وما تطول. رح كمل تحريك أنا، يعني أنا حكيت شو رح نعمل، شو الخطوات، طبقة بسكوت، طبقة من هاي، ورح أرجع حط طبقة بسكوت فوقها، رح ضل عم قلب ليغلي الخليط، هدي النار واتركهم دقيقتين. رح نرجع لعند الصبايا نتابع باقي الفقرات، بيكون عندي الخليط الأول أو الطبقة الأولى صارت جاهزة لحتى نشتغل مع بعض طبقتنا الثانية بفقرتنا الثانية. يسلم إيديك يا شيف، يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لك شيف بشرى. كثير من الأشخاص بيرتكبوا جرائم معينة بس القانون بيعفي عنهم، يعني أو بيكون في عندنا مشاكل معينة وثغرات، وهذا الشيء بسبب عدم أهليتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية لكثير من الأسباب، ومن ضمنها هاي الأسباب يعني بتكون مرتبطة بصحتهم النفسية أو العقلية. طبعاً الموضوع ممكن كتار يستغلوه بطريقة مخالفة، وعم نشوف هذا الشيء هلأ بهذا الوقت كتير عم تكتر هاي الجرائم. تماماً يا رغد، لهذا السبب اليوم راح نوضح أكتر كيف عالج القانون السوري الأهلية وأمراض الصحة النفسية والعقلية. تفاصيل كتيرة راح نعرفها مع المحامية الأستاذة رنا ديب. صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني عم نحكي عن موضوع هلأ عم نشوف على صفحات السوشيال ميديا كثير قصص يعني عم تتناول هذا الموضوع. شو هو تعريف الأهلية اليوم بالقانون السوري وما هي أنواعها؟ نعم، هلأ الأهلية بالقانون السوري هي عبارة، خلينا نقول، صفة للإنسان أو صلاحية للإنسان بتمكن الإنسان من أنه يكون له حقوق، يكسب حقوق ويتحمل التزامات، بالإضافة إلى أنه يقوم بأعمال وتصرفات ضمن القانون لحتى يحصل على حقوقه أو لحتى يؤدي التزاماته. فإذا لحتى وضحها أكثر، إن هي شقين، شق من الأهلية بيسمح لي يكون عندي حقوق وإلي واجبات، علي واجبات، والشق الثاني من الأهلية اللي هي بيخليني قوم بتصرفات قانونية تقدر تحصل حقوقي أو أدي التزاماتي. فهي هي الأهلية بالقانون السوري. مو كل الأشخاص بيكون عندهم أهلية كاملة، ومو كل الأشخاص بيكونوا فاقدين الأهلية. والأهلية تدرجات، يعني الحقيقة خلينا ممكن تكون كاملة، ممكن تكون ناقصة، ممكن تكون معدومة نهائيا. فإذا بدي أجي أحكي بالبداية مثل ما تفضلتي وسألتيني عن أنواع الأهلية، فالقانون قال إنه نحن قدامنا نوعين من الأهلية. في عنا أهلية وجوب، وهلأ بوضح ليش سماها القانون أهلية وجوب، وفي عنا أهلية اسمها أهلية أداء.
نحن بنقدر نستنتج تعاريفهم أو نفهمهم أكثر من التعريف. لما بقول أنا أهلية وجوب يعني تجب للإنسان من منذ ولادته وحتى قبل الولادة وهو جنين في رحم أمه بيكون في عنده أهلية وجوب، ولكن ليست أهلية كاملة لأنه هو أساساً حياته ما أنا مكتملة، هو حياته ناقصة، فبالتالي أهلية الوجود ناقصة. خليني أوضح أكثر هذا الحكي، بتحسيه أكاديمي شوي. يعني لا خلينا نحكي بلغة بسيطة، يعني جنين ببطن أمه كيف يعني أنه له أهلية؟ لأهليته مرتبطة بحياته، يعني له حقوق وعليه واجبات، ولكن ما إلنا علاقة نحن بالتصرفات. أهلية الوجوب ما بتخليني أعمل تصرفات، بيع، اشتري، أجر، أعمل عقد هبة، أعمل عقد مع شخص، ما في أهلية أداء، ولكن إلي أهلية، إلي حقوق. كيف يعني؟ يعني الجنين أنا بقدر أعمل له وصية وهو لسه ما ولد، فأمنحه حق، بقدر أعطيه إرث، بقدر أعطيه نسب، يعني الجنين يثبت نسبه لأبوه، هو جنين، فهذا حق. ما أنا عم أقول إنه الأهلية هي كسب حقوق، فليش ناقصة؟ لأنه هو ما عليه التزامات، بس بيقدر يحصل على حقوق تحددت بالقانون بالوصية والإرث والنسب. يعني إذا يعني هلأ نحن لما بيتوفى، يعني خلينا نعطي مثال عملي، امرأة حامل في جنين برحمة وتوفى زوجها، لما بدنا نجي نحن نحكي عن موضوع الميراث لزوجها، فيعتبر الجنين محسوب أثناء العمليات لما بدي إجي أعمل أقسم الحصص الإرثية، فهو محسوب. يعني مثلا أنا ولو أنه جنين ببطن أمه، ولو مو معروف شو جنسه لسه، أنه ذكر ولا أنثى، بياخدوا أكبر الحصتين من ميراثه. لنفترض إذا كان ذكر فحصته أكبر، أو أحيانا بتكون إذا أنثى حسب شو عنده مواريث الشخص، يعني كمان في ديانات بتعطي نفس يعني تماماً. نفس الشيء في ديانات للذكر حظ الأنثى، ولكن يؤخذ نصيبه ويحتفظ حتى يلد وبيكون له هذا الحق. لذلك هو يملك أهلية وجوب ولكن ناقصة. طيب أهلية الأداء، أهلية الأداء هي الأهلية اللي بتخلي الشخص يقدر يقوم بتصرفات معينة أو قانونية تحت سقف القانون، خلينا نقول لا يقدر فيها يحصل حقوقه وواجباته، البيع، الشراء، الهبة، يأجر بيت يملكه. هل كل الأشخاص تملك أهلية أداء؟ هون بقى في إلى تفاصيل رح أحكي عنها تباعا، يعني بالنسبة لأهلية الأداء، وإمتى الشخص بيقدر يقوم بكل شيء تصرفات قانونية، وإمتى الشخص ما بيقدر يقوم بأي تصرف قانوني، وإمتى بيقدر يقوم ببعض التصرفات ولا يستطيع القيام. تمام، فينا نعتبر هاي مراحل تطور الأهلية عند أي شخص. خلينا نبلش فيها بهي مراحل تطور واحدة واحدة ونشرح شو بنقصد فيها. نحن عندنا أربع مراحل رئيسية ذكرها القانون السوري. المرحلة الأولى كنت عم عرج عليها هي مرحلة الجنين. مرحلة الجنين ما رح أخذ لوقت كتير لأنه فهمت. يملك أهلية وجوب ناقصة، لا يملك أهلية أداء أبدا. أهلية وجوب تكتسبه بعض الحقوق. المرحلة الثانية هي مرحلة عديم التمييز، وهي مرحلة بتشمل الشخص من لما يولد، يعني خلصنا من قصة الجنين، صار ولد، صار إنسان، حياته الإنسانية اكتملت، ولكن لحتى عمر سن التمييز اللي هو 7 سنين، يعني من لما يولد للسبع سنين هو شخص غير مميز، يعني غير أهلي؟ لا مو غير أهلي، يملك أهلية مو نحن قلنا أنه في نوعين من الأهلية، فهو يملك أهلية وجوب كاملة، يعني له حقوق وعليه واجبات، ولكن لا يملك أهلية أداء. أداء ما بيقدر أبدا بين ولادته لعمر السبع سنين يقوم بأي تصرف، أي تصرف بيكون فيه تصرف باطل. تمام، فهذا المرحلة الثانية اللي هي أهلية عدم مرحلة عدم التمييز. المرحلة الثالثة هي مرحلة الشخص المميز اللي هو أتم السابعة لحتى لل 18 سنة، قبل ما يتمم ال 18 سنة يعني ما بلغ سن الرشد. هي المرحلة بين السبعة وال 18 هي مرحلة التمييز، هو شخص يميز وله، يعني هلا بندرس بحكي فيها تفصيليا يعني، ولكن لسه ما بلغ سن الرشد. شو الحكم بتصرفاته؟ شو اهليته لهذا الشخص؟ هلا برجع بقول انه كاهليه وجوب، باعتبار انه اهليه الوجوب مرتبطه فقط بالحياه الانسانيه، فيملك اهليه وجوب، له حقوق وعليه واجبات، هذا ما في خلاف عليها. بالنسبه لاهليه الاداء وهي اللي لازم تاخذ يعني شرح اكثر لانه هي إلى علاقة بالتصرفات، شو بيقدر هذا الشخص اللي بين السبعة و18 سنة يعمل؟ قال القانون السوري كان واضح ودقيق إنه إذا كان تصرف هذا الشخص أهلية أداؤه، خليني أقول أول شيء هي أهلية ناقصة، يعني ما أنا معدومة أبداً ولا كاملة مثل سن الرشد، هي ناقصة، يعني هذا نعتبره أحداث هون، أحداث إذا كنا عم نحكي عن يعني مثلا عن إذا ارتكب فعل جرمي أو شيء، ولكن إذا بحكي عن أهلية فهو نحن من نوصفها توصيفياً هي مرحلة التمييز.
أوكي. منسميه شخص مميز إذا هلأ بسياق حديثي عن الأهلية. فهو إذا كان تصرفه تصرف نافع تماماً له فهو تصرف صحيح. يعني شو يعني نافع تماماً له؟ يعني والله إجا واحد شخص بالغ راشد أعطاه وهبه بيت. أوكي. فهذا البيت لما رح يصير للشخص المميز تصرف نافع 100%، حصل على شيء ما كان ملكه. صحيح. فأكيد هذا التصرف سليم. ما بقدر أقول أنه والله أنا وهبت البيت لشخص مميز هو تصرف باطل. بالعكس، والتصرفات اللي بيقوم فيها الشخص المميز بشكل ضار تماماً لإله فهي تصرفات باطلة. يعني هذا الشخص إجا واحد وهبه بيت فصار عنده بيت باسمه. هذا الشخص الصغير اللي بين 7 و18 سنة، فراح بده يبيع، بده ما بده يبيعه لنفترض، بده يوهبه هو لحدا تاني. هل هذا التصرف يفيده؟ لا. هو عم يخلص من ذمة مالية لإله، عم يعطيها لذمة مالية لشخص تاني، فهو ماليا كمركز مالي تضرر، فالتصرف باطل. باطل. ولكن في أنواع من التصرفات هي تصرفات بين الإبطاء، بين النفع والضرر. مثلا عنده بيت هذا الشخص المميز بده يبيعه، هلأ فيك تقولي إنه هو نافع نفعا كامل؟ ما بنعرف. صحيح. ضار؟ لا، لأنه هو عم يأخذ بدل البيت مصاري، بجوز ما يكون ضار. فهي التصرفات دائرة منسميها أو قانونا سميت دائرة بين النفع والضرر، ممكن تكون نافعة وممكن تكون مفيدة. هي النوع من التصرفات شو حكمة، باطلة ولا صحيحة؟ قال القانون هي تصرفات قابلة للإبطال. إمتى؟ قابلة للإبطال. قابلة للإبطال. بعد 18. يعني مهددة، خلينا نقول هي صحيحة مبدئيا بس ممكن وتتحقق آثارها، ولكنها قابلة للإبطال في حال هذا الشخص المميز بلغ سن الرشد وقال أنا ماني مسؤول عنها، يعني بدي أبطل هذا التصرف، كنت بمرحلة من المراحل الأولى وعي وإدراكي، لأنه أهلية الإدراك مرتبطة بأهلية الأداء مرتبطة بالوعي والإدراك، فهي ممكن تكون قابلة للإبطال. طيب بما أنه عم نحكي عن الوعي والإدراك، في أشخاص يعني خلينا نقول عندما ينتحي الإنسان كامل الأهلية صفة الجنون بالقانون السوري، يعني اللي هي تذهب العقل عمليا، فإلى أحكام مخففة أو إلى اعتبارات خاصة بالقانون. نعم. شو هي عواقب كشفه مثل ما طرحها القانون اليوم ومواد القانون السوري؟ نعم، هلأ سؤال كتير مهم وكتير حلو. بداية خليني أقول إنه موضوع الأهلية بالقانون السوري هو من النظام العام. شو يعني شغلة بتكون من النظام العام؟ يعني لا يجوز لأحد أن يتفق على خلافه، حتى الشخص نفسه إذا هو بإرادة نفسه بده يقول إنه أنا ما بدي أهليتي، أنا بدي أفقد الأهلية مثل ما تفضلتي وقلتي. هلأ منقول هي إلى أسباب أكيد إجرامية وراء هذه القصة. نعم. فلا يحق له، حتى لو شخص لنفترض ناقص الأهلية أجرى عقد بيع بينه وبين شخص آخر وقال له، كتب له تعهد إنه أنا ما حأجي ولا يوم من الأيام إلك إنه أنا كنت ناقص الأهلية وما ححاسبك ولا رح أبطل هذا البيع، صح؟ أكيد لا، لأنه ما بيحق له للشخص حتى لو كان يعني هو صاحب باطل. الأهلية يعتبر باطل، يعتبر باطل هذا الاتفاق باطل بالنسبة للجريمة. بالنسبة بينفد من يعني خلينا نقول بينفد من بعض الأحكام اللي ممكن تكون أكيد مشددة. لا. 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 تتخفف العقوبة أبداً. بالنسبة له أبداً، لأنه هو شخص، أنت سؤالك أنه هو شخص كامل الأهلية ويدعي وما عنده أي مشكلة عقلية ويدعي نقص الأهلية أو عدم وجود الأهلية ليستفيد من انتحال موضوع معين الفكرة. على سبيل المثال يهرب من موضوع الخدمة الإلزامية مثلاً. فهذا الشخص زور، لأنه طبعاً نحن ما بنعتمد على الكلام، في تقرير طبي في جهة مسؤولة عن التوقيع، فإذا زور هذا التوقيع وأبرز بأي مجال كان، أنا عم أقول على سبيل المثال مثلا خدمة الإلزامية، ما فيه دائرة بشعب التجنيد في دائرة الخدمات الطبية بيبرزوا له تقارير طبية عن الحالة العقلية أو ما إلى هنالك، فصافي عندي أنا هون جرم تزوير، وجرم التزوير إذا كان لورقة رسمية فهو جرم جنائي الوصف. فبالتالي هذا شخص صار مجرم، ما بقدر ابدا اعتد باهليته بانه انه هو غير مكتمل اهليه. ممكن. على العكس تماما، يملك فكر اجرامي بخليني تماما حاسبه، فهذا أكيد. الشخص هو اللي لازم يتحاسب بهذا المكان. ختاما بنشكرك لوجودك معنا استاذه رنا، هيك دائما المعلومات المفصله اللي بتعطينا اياها والشرح الدقيق لمواد القانون. يسعد صباحك. صباح. شكرا كثير لوجودك معنا، نورتينا، اهلا وسهلا فيك. شكرا.
يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا اليوم. عم نعمل بودينج نسكافيه والشوكولا. هلا من الاسم بتحسوا انه يعني وصفه شوي معقده، بس مثل ما شفتوا يعني نحن بالفقره الاولى حضرنا الكاسات او اللي رح نسكب فيها الوصفه. حطيت بسكوت والبسكوت كسرته بايدي حتى يعني قطعه صغيره، وحطينا طبقه، وبعدين حضرنا البودينج النسكافيه اللي هي بنكهه النسكافيه، حطيناها فوق البسكوت، ورجعت حطيت طبقة من البسكوت فوقهم. هلأ تقريبا نفس المكونات رح نعمل الشوكولا. هلأ أنا ممكن أعملها ثلاث نكهات، واحدة سادة، شفتوا اللي عملناها بالفقرة الأولى، بس بقيمة من النسكافيه منها وبحضرها سادة بتطلع بيضة، وعندي طبقة النسكافيه ونكهة الشوكولا، يعني فيكن حتى تعملوها أكثر من طبقة. هلأ للطبقة الثانية اللي هي بنكهة الشوكولا، كمان عندي ثلاثة كوب من الحليب. هلأ هون ما رح استعمل حليب مكثف لأنه ممكن ما يكون عندي، فرح استبدل الحليب المكثف بسكر، 4 معالق من السكر العادي و4 معالق من النشا كمان. ومثل ما قلت يعني هو كمان فيني استعمل الطحين، أنا أكيد عم استعمل نشا الذرة، ممكن استعمل الطحين، بس الفرق إنه النشا بيعطيني لمعة لهيك وصفات أكثر من الطحين. بقلبهم، بتأكد إنه النشا دابت مع الحليب، بعدين رح حط نص كوب من القشطة، فيني استبدلها ب ربع قالب من الزبدة، كمان بتعطيني نكهة، والقشطة والزبدة كمان بيخلوا القوام يتماسك أكثر. رح حطهم على النار، بعدين رح ضيف الشوكولا. بهي الطبقة عم بستعمل شوكولا الميلك اللي هي بتجي بالحليب، بتجي شقرة. ولحتى أعزز نكهة الشوكولا رح استعمل معلقة كبيرة من الكاكاو، وأكيد للنكهة معلقة صغيرة من الفانيلا. نفس الخطوة، يعني أصلاً أنتوا لبين ما تحضروا يعني أول طبقة وتسكبوها، لبين ما تحضروا الطبقة الثانية بتكون بردت عندكم. لازم تبرد الطبقة الأولى أكيد لحتى ما ينخلطوا مع بعض الطبقتين، يعني بتكون بردت الأولى، الثانية بصبها شوي شوي على مهلي لحتى تتشكل الطبقة الثانية. وآخر شيء باعتبار أنه الطبقة الثانية هي غامقة، يعني لون الغامق رح أخده من الشوكولا الشقرة والكاكاو، رح حط برش شوكولا بيضة، قطعة الشوكولا بس رح أبرشها بالمبرشة أو بالأشارة حتى أو بسكينة، يعني ببرشها على الوش. إذا عم تعملوا الطبقات بالعكس، إذا عملت طبقة الغامقة من تحت والأفتح من فوق، ممكن زينها بالشوكولا الغامقة كمان ببرشها بنفس الطريقة. كمان هون رح ضل عم قلب نفس اللي عملناه بالفقرة الأولى. هلأ تحت الهواء أنا شو عملت؟ بعد ما غلى عندي المزيج بلش يغلي، هديت النار على العين الكبيرة، هديت النار وتركتهم دقيقتين لثلاثة لحتى يتماسك عندي. هلأ هون رح حط الكاكاو كمان، معلقة الكاكاو، ورح ضيف كل المكونات والمعلقة صغيرة من الفانيلا، ورح ضيف قطع الشوكولا. شوكولا وقت بضيفها حاولوا تقطعوها قطع صغيرة أكيد لحتى تساعدني إنه تدوب عندي أسرع. إذا حطيتها قطع كبيرة رح تتأخر للدوب وتندمج بباقي المكونات، يعني هيك بهذا الحجم مربعات صغيرة لبين ما يسخن المزيج أكيد بتكون دابت واندمجت مع بعض. بنهاية الحلقة رح نشوف الشكل النهائي لطبقي لليوم. أكيد هلأ رح نرجع لعند الصبايا مع باقي فقرات صباح الخير، وبرجع بلاقيكم بآخر الحلقة. والله هي الحلويات من أطيب الأطباق. شكرا عن جد، يعني والبودينج أنا عن جد كتير بحبها، يعطيكي ألف عافية. حنرجع لعندك. سهلة وخفيفة، الله يعافيك. شكرا كتير لك يا شهد. من بعد سنتين من الغياب رجعت اجتمعت الكتب مع عشاقة بأكثر الأماكن المحبة للثقافة عبر التاريخ. دمشق بالسنة الثالثة من عمر معرض الكتاب تحت عنوان نقرأ لنرتقي، يلي تضمن كثير من الفعاليات والمشاركات على نطاق واسع ومختلف. زميلتنا هيام أحمد زارت المعرض ورجعت لنا بهذا التقرير. نحن اليوم بافتتاح معرض كتاب الثالث، وهي تظاهرة فكرية وثقافية مهمة جداً. نحن ضمن خطة عمل وزارة الثقافة في تعزيز الفكر والهوية الوطنية والانتماء لسوريا، هذا المعرض هو أحد الخطوات لحتى نخطو أو لحتى نروح نحو هالنهج. موضوع الثقافة، موضوع التعاطي مع الكتب، موضوع تعزيز دور القراءة بتثقيف الإنسان السوري،
رغم كل ما يحيط فيه من مشاهد صعبة ومن ظروف محيطة، وتبقى الكلمة وتبقى الثقافة وتبقى القراءة هي النور اللي بيضيء على كل هالأوساط. هذا تقليد سنوي منذ أمد بعيد، يقام معرض الكتاب في هذا الوقت من السنة، وكما تعلمون في الماضي كانت تشارك فيه دور نشر عربية وعالمية أحيانا، لكن من المهم دائما أن يقام هذا الطقس السنوي لما له من أثر لدى جميع السوريين ولا سيما محبي القراءة. وكما تشاهدون اليوم الافتتاح وهناك إقبال كبير على يمكن جميع أجنحة المعرض ولا سيما جناح الهيئة العامة السورية للكتاب. عندما نتجول في المعرض هناك عددا كبيرا من الكتب التي تعنى بالذكاء الاصطناعي، التي تعنى بالعلاقات الدولية، التي تعنى بكثير من التطورات. أيضا عندما نتابع أو عندما نذهب إلى أجنحة دور النشر الخاصة بالأطفال فإننا سنشاهد أن هناك تطورا كبيرا في صناعة كتاب الطفل، سواء من خلال الورق أو من خلال المواد الموجودة فيه أو من خلال أسلوب الخطاب الذي يجب على الكاتب أن يخاطب به الطفل. جديد السنة زيادة على المجلات والكتب، كتب الباحثين اللي بيهتموا بالآثار، ناشرين أهم المجسمات والقطع الأثرية والرسائل الأثرية اللي بتهتم بآثارنا. في عنا مجسمات عن قوس النصر في تدمر، عنا الجامع الأموي بدمشق وحلب، عنا قلعة الحصن، عنا المجسمات للآلهة السورية الإله بعل، عنا الآلهة اللي كانت بجزيرة سورية، كمان عنا أهم الرسائل الأثرية اللي صارت على الرقيمات سواء بالأمور الإدارية ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا أمور الزراعية. كمان عملنا من الجناح مثل يعني مكان لطيف كتير لحتى الطفل يتسلى ويشوف أشياء بتهمه، وربطنا دائما بهي المشاركة التعليم بالمرح. يعني في عنا منتجات جديدة كاينة، يعني المبدأ الأساسي تبعها أنه الطفل يتعلم وهو عم يتسلى، هو مستمتع بالتعليم، يعني مو شيء فرض، مو شيء. طبعا حطينا الأفكار التربوية والأفكار اللي لازم نعملها بأسلوب كتير مرح ومحبب لدى الطفل. هاي السنة في هاي المجموعة القصصية اللي هي اسمها حكاياتي لطفلة عمرها 12 سنة، فايزة بالتعبير الأدبي على مستوى القطر، وكتبت لنا ما يقارب 16 قصة في كتاب واحد، ونحن كتير فخورين فيها وفخورين بالمشاركة تبعها. لدينا المجموعة من الكتب لأنه توقف المعرض لمدة سنتين، لدينا العديد من الكتب يمكن أن تأخذوا عنها بعض اللقطات. يعني كتب نهتم نحن بالجانب العلمي، نهتم أيضا بجوانب الآفاق التفكير العلمي. يعني لدينا كتب ولدينا أيضا روايات خيال علمي، ولدينا يعني نحن نختلف عن دور النشر الأخرى، نحن نسير باتجاه كما سميته قبل قليل أدب علمي. يعني هناك أدب وهناك علم أيضا، لأن العلم عندما يلتصق بالأدب يصبح الأدب المستقبلي هو أدب له أهمية كبيرة. وصلنا معكم لفقرتنا الطبية. يمكن أكثر شيء نحن بحاجته هلأ هو الصحة النفسية، السلام الداخلي من جوا، الشعور بأنه كل شيء جواتنا دافي وآمن، وخاصة أنه نحن عم نمرق بظروف صعبة واستثنائية. لكن أكيد في فئة من الأشخاص بتكون عم بتعيش نوع من الشر جواتها أكبر بكتير من يلي نحن عم نشوفه بعالمنا بالوقت الحالي. يلي بتحب تشوف أكيد هاي الأشخاص حدا منيح من جوا أو مبسوط،
هو هون ممكن ينزعج يتضايق يشعر بالشر، وأكيد ممكن حتى إذا لقى حاله هو مرتاح يتضايق، فما بالك الأشخاص يلي هنين حواليه يلي ممكن تخرب وتنزع عليه حياته. عن جد يعني 14 سنة من الظروف الاستثنائية والصعبة، يعني بدل ما تصلح خربت. عن جد يعني بدل ما ناخد العبرة من أنه يعني نحب بعض أكثر، عم نكون للأسف في أشخاص وشخصيات كتير صعبة. 10 أكتوبر أكيد اليوم بيصادف اليوم العالمي للصحة النفسية، خصصنا فقرتنا اليوم لحتى نحكي عن هالشخصيات الشريرة الموجودة بحياتنا كلياتنا. كيف بدنا نكتشفهم هدول الأشخاص التوكسيك السامين لكل الأشخاص اللي حواليهم؟ كيف بدنا نتعامل معهم إذا اكتشفناهم بمحيطنا؟ وأيضا رح نحكي عن أسباب هذا السلوك واحتمالية علاجه، إن شاء الله يكون له علاج. هلأ بنعرف كل هاي التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور جلال الدين شربة، استشاري بالأمراض النفسية والعصبية. يسعد صباحك يا دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم، صباح السادة المشاهدين جميعا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم دكتور. خلينا بالبداية دكتور نحكي عن هدول الأشخاص. هل نقدر الطبيب فعلا يعرفهم هدول الأشخاص السامين أو الشريرين من جوا بسبب نمط أو نوع معين من السلوك اللي بيقوموا فيه؟ فالدكتور دغري بياخد إنه فكرة إنه هدول الشخص أشرار في عندهم مشاكل نفسية. تمام، قبل ما نحكي عن الأشخاص الشريرين، اليوم العالمي للصحة النفسية، أنا بقول إنه الصحة النفسية صارت بالعالم كله هي جزء من أي جزء مهم ومهم جدا من اهتمامات كل العالم، لأنه الصحة النفسية هي أساس صحتك الجسدية، هي أساس سعادتك بالحياة. وبدون صحة نفسية جيدة ما بنقدر نعيش بشكل جيد، ولا بنقدر نكمل حياتنا ونحن مبسوطين أبدا. صحيح صحيح. تمام، نرجع للسلوك الشرير أو الإنسان الشرير وشو صفاته، كيف يقيم الطبيب هاي الصفات؟ كيف يقيم هذا الشخص؟ أول شيء شو معنى شرير؟ شرير لغتان هي صيغة مبالغة من الشر، يعني هي إذن كمية شر كبيرة متجسدة في هذا الشخص أو في هذا السلوك. قديش هالشر هذا عم يكون على يعني مركز ودرجة كبيرة، وقديش بتكون له نتائج سواء على المجتمع، على المحيطين، على كل الناس، أكيد هون الأهمية. ليش؟ لأنه هذا الشخص يتبع سلوك مؤذي للأشخاص الآخرين سواء كانوا 100% في بيته، في الشارع، في مكان عمله، ممكن يقوم بأعمال جدا ضارة وخطيرة على الآخرين. صحيح. وين المشكلة أيضا؟ مو بس بالقيام بأعماله، أنه هذا الشخص لا يوجد عنده لا رادع أخلاقي ولا رادع قانوني ولا رادع اجتماعي، يعني ما مجرد ما عنده ضمير حي حاسبه، يعني أنا العليا عند هؤلاء الأشخاص اللي بيكون متركزة فيها القيم والأخلاقيات، هذا بتكون عنده مضطربة. طيب دكتور، يعني عم تحكي عن موضوع جدا مهم، أنا بدي أعرف الأسباب الجذرية لهي الشخصية السلوك الشرير. هل في عوامل معينة دفعته لحتى يحس بهذا الشعور ويكون مؤذي للأشخاص يلي حواليه؟ هل هو متعرض لتروما، صدمات سابقة خلته يتصرف بهي الطريقة؟ احكي لنا عن الأسباب. تمام، هلا ممكن يعني في نوعين، ممكن لا يولد الشخص وهو شرير، وأحيانا لا هو نتيجة الظروف وصدمات عاشها أثناء الطفولة والمراهقة أدت به إلى أن يقوم بهذه السلوكيات الخطيرة الشريرة لنسميها السامة اللي بتأثر على الناس الآخرين. المشكلة إنه هذول الأشخاص بيكون عندهم في أغلب الأحيان درجة عالية من الذكاء والخبث. طبعاً. يعني بتلاقينا عم يكذبوا بطريقة، بيحاولوا يقنعوا الآخرين بأنه اللي عم يقوموا فيه هو لا أبداً هو شيء طبيعي وعادي، شيء طبيعي وعادي، أو بيلقوا اللوم على الآخرين. يعني بيعملوا العملة وبيأذوا، بيقول لك أنت كنت السبب، مواقفك كذا وهكذا. لذلك هدول وقت بنشوفهم كتير بالمجتمع، يعني كشفهم سهل، بتشوفي لأنه هدول ممكن يلتقوا معك بالبيت، بالعمل،
بالشارع، بالمحل، بالعلاقات، بالعلاقات تماما. يعني الأشخاص هذول من صفاتهم قلتي العلاقات، الغدر، الخيانة، الغش، الأساليب الملتوية. يعني هذول بيفوتوا مثلا بعلاقة مستحيل يكونوا مخلصين بعلاقة مع حدا تماما، لأنه هذول بيكونوا أنانيين جدا، مخلصين لأنفسهم، مخلصين لأنفسهم وما بيهمهم مشاعرك أنت أو مشاعري أنا. يعني بيتصرفوا بمنتهى الخساسة والندالة لحتى يحققوا غاياتهم ويرضوا أنفسهم الشريرة من الداخل. يعني الشر اللي عندهم المتمركز بشخصيتهم وما بيهمهم لا أي نتيجة سواء كانت على الصعيد الشخصي للآخرين أو على الصعيد الاجتماعي أو العائلي أو المهني. تماما. طيب دكتور كيف بدنا نتعامل مع هدول الأشخاص اليوم؟ هم موجودين مثل ما حضرتك ذكرت بحياتنا بطريقة أو بأخرى، إن كان مقربين أو بعيدين. أنا اليوم بعد ما اكتشفت هذا الشخص الشرير السامي الموجود بحياتي، أنا كيف لازم أتعامل معه؟ لازم أكون واضحة وصريحة ولا لا لازم أنسحب بطريقة غير مباشرة؟ يعني أهم نقطة بالتعامل مع هؤلاء الأشرار هي أنك تفهمي أنه هذا شرير. أول شيء إنسان شرير، أولاً عدم الثقة أبداً أبداً. يعني حتى لو حاول مرة ومرتين يبرر لك أو يغير لك الوقائع ويصير لك، لا يمكن هؤلاء الأشخاص نوثق فيهم، لأنه راح يخونوا ويغدروا مرة ومرات وثلاثة لأنه هي نمط حياة عندهم. نواجههم بصراحة أو نبعد؟ ما في فائدة من المواجهة معهم أبداً، لانه ما راح نستفيد، لانه ما راح نستفيد، وهدول لا يمكن اصلاحهم بالاساس. يعني دكتور هن ما لهم علاج طبيا اليوم؟ ما لهم علاج نعالجهم؟ لا ما لهم علاج. لذلك اولا عدم الثقه فيهم، الابتعاد عنهم قدر الامكان، تخفيف الاحتكاك معهم والتعامل معهم، عدم الدخول معهم بعلاقات سواء عمل او صداقة. شخصيه او صداقه، والتعامل معهم يعني بهدوء، لأنه التعامل معهم بعصبية وعناد رح ينعكس علينا مو عليه هو، هو ما رح يكون عنده ردة فعل ولا رح يتأثر، لأنه بالأساس يعني هو فاقد للضمير الحي اللي بحاسبنا كلنا إذا أخطأنا. هو ما عنده ضمير، ما عنده هاي المحاكمة العقلية. لا المحاكمة العقلية عنده، لكن ما عنده الضمير اللي بحاسبه على الأخطاء والأشياء السيئة اللي بيعملها، لأنه ممكن بيعمل الشغلة نفسها، يعني بيكذب مليون مرة وبيخون مليون مرة وبيغدر ألف مرة وهو كتير مرتاح ومبسوط، ما عنده مشكلة باللي عم يعمله، بالعكس هو عم يفكر حاله عم يحقق انتصارات على اللي حوله. يعني تماما، يعني هو بينه وبين نفسه وبين ذاته هو معترف بأنه هو هذا الشخص شرير. طيب في طفل ممكن نلاحظ عليه أنه شرير أو يكتسب الشر من المحيط ولا لا؟ هي في فترة معينة تظهر عند هذا الشخص لحتى تتأسس تتأصل معه؟ هلأ إذا نفترض الطفل عاش مع هيك شخص بهيك بيئة، بهيك بيئة، مع الوقت شو بيصير؟ في بيسموه النمزجي أو الاقتداء بالطبع يعني. أو التقليد. بيصير الشخص هذا الطفل إذا كان هو عنده استعداد ممكن يصير يقلد هذا الشخص بهذا السلوك ويتعلمه منه. بس مو ضروري انه الافترض اب شرير ماشي، وهذا واضح بيكون يعني الشخص الشرير اذا كان متزوج عنده اطفال تلاقي مهم لعائلته، في عنف، ما عنده اهتمام، ما في صدق بالعلاقه، ما في تربيه، مو مهتم باطفاله ولا بزوجته ولا ببيته ولا بغيره. اللي بيصير انه نحن منخاف انه بعض الاطفال يكتسبوا هاي السلوكيات ويكرروها ويكملوها. نعم تمام. يعني لهذا السبب يمكن دكتور بنقول انه المرضى النفسيين هن ضحايا انفسهم وضحايا المجتمع احيانا. طولي بالك، هذا ما هو مرض نفسي. يعني هذا الانسان الشرير لا يدخل ضمن قائمه الامراض النفسيه ابدا. لهيك ما له علاج، لهيك ما علاج. تمام. يعني الامراض النفسيه لا بتكون لها علاج سواء دوائي سواء سلوكي. أما هذا الإنسان الشرير هذا لا يعتبر ضمن الأمراض النفسية. تمام. وسلوكياته لا تنطبق على أي مرض نفسي. تمام. تمام. ختاما دكتور متشكرك لوجودك معنا، هيك المعلومات اللي أخذناها من حضرتك، سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
شكرا كثير دكتور، نورتنا لليوم. شكرا لكم، شكرا للساده المشاهدين جميعا، اهلا وسهلا فيك. كلنا من بعد هذا التطور الكبير بالاغاني والطرب بنحن لايام الزمن الجميل، زمن الطرب، الاغاني الحنونه يلي فعلا بتحمل ريحه الماضي وبتعمل هيك شيء بالدماغ بتخليه يرجع ويحن للزمن القديم الجميل، هذا الزمن البسيط يلي كنا نشعر فيه انه الحياه كثير حلوه، ويا رب نكبر بسرعه ونوصل مكان كتير حلو. بنقول هلا يا ريتنا ما كبرنا، عن جد بنحس هيك، بنتذكر اياماتنا ونحن صغار، لا كان عندنا هم ولا كان في عندنا هي التفاصيل الصعبه يمكن اللي عم نعيشها مالنا مدركين لها. كل صباح كنا نسمع فنان بلون غنائي بيميزه عن الاخر، ولكن في فنانين كانوا يذكرونا بالجبال، بالارض الخضراء، بهدوء الطبيعه، ومنهم الفنان وديع الصافي اللي غنى مواويل خلت صباحنا يشبه جمال الطبيعه، واليوم بذكرى وفاته عم نشتاق لهي الخصوصيه الموجوده بصوته. خلونا نتابع نحن وانتم هالتفريج. صوت يشبه الجبال في قوته، خصوصية جعلت للجبال لحنا، غنى لبهجة الأيام كي تعود، ورافق مزاج الناس إلى محطات الفرح عبر الإذاعات كل صباح. وديع فرانسيس أو وديع الصافي. عساك عساك تعود وموفق بكم شيء، بكم شيء من طراب مشوا عليها الحباي. مطرب وملحن لبناني ولد في قرية نيحة الشوف اللبنانية عام 1921، ولقب بالصافي بعد أن اتفقت لجنة مختصة على اختياره كاسم فني له نظرا لصفاء صوته. وساعده ذلك بأن يخلق من الطبيعة عذوبة تشبه عذوبة صوته فغناها كثيراً، وكان يعرف الصافي كيف يجعل العصفور يترنح ضاحكاً من واد إلى واد، وغنى له رحلفك بالغصن يا عصفور. بدأت انطلاقته الفنية في عام 1938 حين فاز بالمرتبة الأولى لحناً وغناءً وعزفاً من بين 40 متبارياً في مباراة للإذاعة اللبنانية، فكانت إذاعة الشرق الأدنى بمثابة معهد موسيقي تتلمذ وديع فيه على يد ميشيل خياط وسليم الحلو، اللذين كان لهما الأثر الكبير في تكوين شخصيته الفنية. قديشنا صحبي كيف ما بيجي وبروح بلاقيك ع دربي، وكان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد. سافر إلى مصر وأطلق أغنية علومة، فذاع صيته بسبب هذه الأغنية التي لاقت صدى في الأوساط جميعها، وكان أول مطرب عربي يغني الكلمة البسيطة باللهجة اللبنانية بعدما صدح بموال عتابة مظهراً قدراته الفنية، وكان ذلك بالنسبة للراحل محمد عبد الوهاب مصراً ومدهشاً، فقال فيه: من غير المعقول أن يملك أحد هكذا صوت. حياتك جود النظرة وشيلي من قلب الحسرة. رسم الصافي بصوته خطاً عريضاً في الفن، وألف الكثير من المقطوعات المنوعة، فكان صوته الهارب من الجبال يمزج خصوصيته بصفوة الصباح حين تغسله الشمس. في سنة 1990 خضع لعملية القلب المفتوح، لكنه استمر بعدها في عطائه الفني بالتلحين والغناء إلى أن غيبه الموت عنا في سنة 2013 حين رحل بجسده فقط، تاركاً صوته لنا ولصباحاتنا التي تخجل من الحزن حين تسمع صوته فتلبي نداء البهجة التي غنى لها.
يا صباح الخير عن جديد، وصلنا للفقرة المفضلة عند كل الناس اللي بتتابع صباح الخير، وهي فقرة الأبراج اللي رح تخبرنا عنه مدام نجلة أباني بالتفصيل. يسعد صباحك مدام. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا نور. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة. يعني ها شوي صوتي أحسن، إن شاء الله الصحة والعافية للجميع يا رب العالمين، ومع قلبكم شر جميعا. يوم 10/10 يعني 10 تشرين الأول أكتوبر، كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد كوكب السفر الأوراق المستندات يتقدم في برج الميزان، ما زال الزهرة كوكب الحب الارتباط العلاقات صداقات في برج العقرب، وما زال المريخ كوكب الطاقة والحماس ببرج السرطان. هلأ هذا الكوكب لما بيكون بموقع جيد بيعملنا فعلا طاقة وحماس وهيك راحة وفئة بكير وإنجاز، لكن لما بيكون بموقع غير مناسب ممكن يسحب مننا هاي الطاقة، نحس حالنا شوي مكتئبين أو معصبين، أو ممكن يكون في نوع من أنواع المتاعب الصحية أو الجسدية لألنا أو لمن حولنا. هلأ هذا الحكي يخص بالذات مولود برج الحمل الجدي، الأقل شوي هن الميزان وسرطان. هالأبراج شوي الأمور بالنسبة لهم ليست الأفضل، ضايق خلقهم، يعني عندهم هيك مو كتير راحة. خليني أقول أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي عنده أكثر من مسؤولية اليوم، عم بتضايقه كأنه متعب من كل ما يحيط به. من مبارح أمورك ما كتير تمام، حابب تبعد عن الناس، حابب تقعد لحالك. هلأ أنا فعليا نصيحتي لألك إذا أنت من هواة القراءة أو إلك خلق لهيك قصة، أنك تقعد تقرأ لك شي كتاب، لأنه فعليا رح يصفي لك ذهنك ويبعدك عن العصبية اللي أنت فيها على الغالب اليوم. مانك بأريح حالاتك، حاول تجتنب التسرع. هلأ هو أكثر الأبراج تسرعا على قائمة الأبراج، سواء بالأقوال أو بالأفعال، هن مواليد برج الحمل. مواليد برج الثور لأ عم بتناقش بعض الأمور بشكل مهم، ويمكن عم تطلع من حالة تمني إلى حالة فعل. اتصالات، لقاءات، عروض، متعة، تسلية، كل واحد حسب وضعه أكيد، بس اليوم أنت موضع اهتمام الناس اللي حواليك، عندك ردود إيجابية، عم تستحضر اللطف الموجود بطبعك وعم بتنال نتائج. اليوم الأناس جدد يمكن عاملي لك سعادة، أو اليوم لبق ولطيف مولود برج الثور. أما الجوزاء فكمان عندك اليوم لطف، محبة، فايق بكير ونشيط، إلك علاقة بمساعدات متبادلة بينك وبين محيطك. في مشاريع جديدة هاي الأيام عم تنعرض عليك بوجود عطارد في برج الميزان، بلشت الأمور المالية تتحسن شوي، ما رح قلك الأفضل أفضل، بس لأ بلشت الأمور تكرج باتجاه الأفضل، تميل إلى تقديم المساعدات. وشخص مرح اليوم مولود برج الجوزاء، محيطه يساعده بالتقدم. مولود برج السرطان، أنت اللي مانك بأريح حالاتك، من مبارح أمورك شوي مكركبة، يمكن بسبب تأجيل، تأخير، قصص حاطة ببالك بدك تخلص منها ما عم تزبط معك إنك تخلص منها مثل ما أنت بدك، كأنه عندك عدم قدرة بالتصرف هاي الأيام، كأنك مربط بطريقة ما، أو في ناس عم تتحكم بحياتك، يعني عم بتخليك إنه ما تعمل مثل ما أنت بدك على كل الأحوال. هلأ أنا بقول دائما في حل، والشهر ما نو سيء بالنسبة لك، بس الأمور الصحية ما أنا مريحة. الصحية مو دائما أنا بقصد جسدي يا جماعة، كتير ممكن يكون صحي نفسي، ضيقة خلق، استياء، قلة صبر، عصبية، صوت عالي، ماني طايق حدا، ماني متضايق من حالي، شيء من هذا القبيل. يعني مو بالضرورة تكون في شيء جسدي، فإن شاء الله ما بتشوفوه على كل لا هاد ولا هاد، بس من المريح إنه نحنا نهدى شوي ونروق بعصر كله حوالينا ضغوطات، يعني حلول ما في الحقيقة غير إنه نحنا نروق ونكون مناح مع حالنا. مولود برج الأسد اليوم حاول توفي بمسؤولياتك، لأنه للحظة عم تشعر حالك عم تراوح مكانك، كأنه ما عم بتخلص شغلك اللي أنت بدك إياه، أو ضايق خلقك بالشغل، هو الحقيقة هاي الكلمة الأقرب. اليوم ضايق خلقك، وما بعرف عندك نوع من أنواع التوقع للأسوأ، هي هاي الأيام هيك حاسس مولود برج الأسد إنه الأمور رايحة باتجاه الأسوأ. أنا برأيي لا، ما أنا باتجاه الأسوأ، ممكن عائلي، يعني بدك تنتبه على أمورك العائلية، بس بالنسبة لعملك
لأمورك المالية لا مانا الأسوأ، فحاول أنك ما تجذب طاقة سلبية وتقول أنه هي فترة وبتمر. انتبه شوي صحياً على كلين. مولود برج العذراء اليوم يومه الجيد ليرتب أموره بشكل إيجابي. من امبارح بلشت الأمور شوي تتحسن وتمشي بطريقة أفضل. كن إيجابياً بالحوار، محترف بأن تعرض حجج منطقية، الأوراق ممكن تكون مصدر سعادة، تصل إلى الاطمئنان، توطد علاقاتك، تحرر نفسك من معوقات يمكن. يعني تشح حرارة ودفى اليوم مولود برج العذراء. مولود الميزان الآن شوي، شي بتقول هيك يمين، شي بتقول شمال، شي بتقول صح، شي بتقول غلط، في شي ما كتير عاجبك أو مو مثل ما أنت بدك، بس ما في شي سيء. هي قصة لازم تنتبه لها، هيك قصة ممكن تكون عابرة تضايقك وتخلص منها بلحظتها. على كل إن هو مولود برج الميزان من الأشخاص اللي قد ما تضايقوا ضيقهم لا يتعدى 7-8 دقائق 10 دقائق، بيرجعوا طبيعيين مثل ما هنن، لطفاء وإيجابيين يعني عموماً، بس كأنه اليوم مشتت الفكر قليلاً. مولود برج العقرب اليوم عنده حركة ونشاط وعم تشوف إيجابيات بوضعك، قوة قرار، سيطرة على وضعك، يوم جيد لك تطور أعمالك، جنبك رفقة، جنبك زملاء، ناس حواليك بيحبوك، قرايبين، إخوة، حسب كل واحد وظرفه، بس الحقيقة الأمور جيدة بالنسبة لك وإيجابية، وعم بتاح لك ترتيب لأمورك، فالله يقدم لك فيه الخير. مولود برج القوس غالباً عم بيناقش بعض الأمور المالية، والحقيقة أنا أرجح أنه مواليد القوس هالفترات عندهم تغيير مالي، عقد، ترقية، زيادة بالراتب، يعني كمان قد ما بتبذل أنت جهد، ما في شيء اسمه بيجي مال بدون جهود، بس إذا حاسس أنك تستحق ترقية أو تستحق زيادة بالراتب فطالب فيها بهي الفترات، لأنه حظوظك مساعدة جداً. الأمور على كل مبشرة بالجديد. الجدي اليوم القمر ببرجه، يعني عاطفياً قادر يحكم سلطته على حياته وعلى الآخرين، في عنده مبادرات تجاه الناس اللي حواليه، أموره العاطفية جيدة، وأنا أجزم أنه هذا الشهر أصلاً للتعارف بامتياز. الزهرة في برج العقرب، بيتك اللي له علاقة بالتعارف بالجديد، بالأمور العاطفية الجديدة، وما بعرف عم تسيطر مثل ما قلنا على أمورك مثل ما بدك، عم تحكي عن مشاعرك. اليوم سعيد على كل، في دعوة، لقاء، وقت جميل، حسب كل واحد وضعه، بس استفيد من محبة المحيط لك. مولود برج الدلو، أنت اللي اليوم كسل، ضايق خلقك، مانك بأريح حالاتك، متعب على الغالب، هو اليوم فاقد الطاقة، يعني ما له خلق، ما في شيء سيء، بس ممكن يكون عتب، كسل، عم تسمع كلمة مو صحيحة، عم ينقال عن لسانك كلام ممكن يكون مو مزبوط، تواجه علاقة ربما لم تعد ترضيك. يعني أنا بشوف هذا اليوم لتصحح، لتفكر بأساليب للتصحيح، تصحيح بعض الأمور حواليك سواء عاطفياً سواء عملياً. مولود برج الحوت اليوم استقبل ودعا، يوم إيجابي لتكون غفور، لتكون محب، ليكون عندك مصالحات، فرص تتقبل أخطاءنا وتغفر لنا، ولا تفكر بالكمال أصلاً اللي هو غير موجود، والحقيقة الحواجز لا وجود لها اليوم عند مواليد الحوت. خليني أخبر عايد مولود اليوم، مولود 10/10، وأتمنى له السعادة، شخص لطيف، صادق، لا يوارب ولا يحاسب، ينفعل أمام الكذب، كل شيء بدكم يعملوه، بس لا تكذبوا على مولود الميزان عموماً ومولود 10، لأنه أبداً ما بيغفر لك الكذب، قلبه طيب، الوعد عنده مقدس، إذا قال فعل، قليلاً ما يرتبك، واضح مع نفسه مع أحلامه، لطيف جداً ومضياف ولبق بمعاملاته مع الآخرين. سنة كتير مهمة بالمتبقي منك، خاصة عاطفياً أنا برأيي في تغيير، يمكن الشيء اللي مو كتير كتير مريح هو مالياً، فضب إيدك لأنه بقيت الأمور جيدة جداً.
كل عام وانتم بألف خير، كل عام وانتم بخير نور. ان شاء الله ينجي بألف خير. طبعا نور اليوم عم تحتفل بعيد ميلادها، فكل عام وانتم بخير. ضبي ايدك ان شاء الله. ايامك سعيده. ضبي ايدي هي ام نور. يسعد صباحك يا نجدة. شكرا كثير مدام. سعيده يا رب. وهلا مشاهدينا رجع اخيره لعند الشيف بوشه لحتى نشوف طبقنا بشكله النهائي. تفضلي. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت اكيد لحتى تشوفوا طبقي بشكله النهائي. اليوم عملنا بودنج النسكافيه والشوكولا، وممكن نعمل كمان طبقه ساده، يعني فينا نحطهم بزبادي او كاسات التقديم او حتى باي قالب او صحن موجود عندي كمان. وفيكم تزينوا بالكاكاو بمنخله، ترشوا عليها كاكاو او شوكولا مبروشه. ان شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، اكيد جربوه وتخبرونا، وبشوفكم السبت بوصفه جديده ان شاء الله. هي وليمة بودينج، يعني وليمة شوكولا وشغلات طيبة. شكرا يعني كثير. مناسبة عيد ميلاد نور اكيد. يلا تفضلي. شكرا كثير لك يا شيف، يعطيكي الف عافية. سلم ايديكي. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا ولمتابعتكم اليومية، لان ان شاء الله حلقة ختام الاسبوع فعلا تكون نالت اعجابكم. ان شاء الله يا رب الخير الرزق البركة لكم. واكيد اليوم الخميس، يعني ما فيني لكم بس قضوا مع الاشخاص بتحبون. عم نشوف هيك العالم عم تحتاط شوي بسبب الظروف الصعبة، خلونا قاعدين بالبيت. واكيد الامن والامان والسلام لكم ولالنا ولبلدنا ولجيشنا وشعبنا وقائدنا يا رب. امين يا رب. ان شاء الله ما عاد نسمع هي الاخبار الجشعة، وتكون الايام القادمة ايام سلام وحب. نحن بنلقاكم اكيد ببداية الاسبوع القادم، تبقوا بألف خير.